الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما داير أضيف كلام كثير لأن المشايخ جزاهم الله خير ما قصروا، وربنا تبارك وتعالى أمرنا نحن كمسلمين أن ندعو إلى التوحيد. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وربنا تبارك وتعالى قال: ثم أوحينا إليك، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وربنا عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فربنا تبارك وتعالى أمر العباد وأمر الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يدعوا إلى التوحيد. ربنا تبارك وتعالى لمن رسل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يدعو الناس يعبدوا الله عز وجل براه وما يشرك به أحد. لأن المشركين الأوائل كان بيعبدوا الله وبيعبدوا مع الله آلهة أخرى، هم ما ناكرين إنه الله فيه ولا الله ما فيه، ما مغلطين النبي عليه الصلاة والسلام في الموضوع ده. لأنه الليلة كثير من الناس لمن تجي تتكلم في التوحيد وفي الشرك يقول لك: ليه تتكلم في التوحيد؟ نحن مشركين ونحن قاعدين نعبد الله أو نعبد إله تاني، ونحن قاعدين نعبد أصنام، ونحن قاعدين نعبد غيره، نجوم وقمر وشمس. لا، المشركين الزمان كانوا عارفين إنه ربنا تبارك وتعالى موجود، لأنه ربنا عز وجل قال: ولئن سألتهم. السؤال ده موجه لأبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط، وعندهم شلة عطالة تابعين لهم قاعدين في البلد دي، شلة بتاعت شماسة وملقطين شيوعيين وملاحدة كذا. اصبر، بنجيك لهم. اي عاطل نحرق له صلاة ان شاء الله. عرفتها؟ الله قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض. الخلق السماء والارض منو؟ الكلام ده ما لنا نحن، الكلام ده للكفار الزمان. الله قال: ليقولن الله. ربنا عز وجل قال: قل من يرزقكم من السماء والارض، امن يملك السمع والابصار، ومن يخرج المي الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر، فسيقولون الله. عارفين الله عز وجل الخلق وبيرزق، امتى؟ ده كله عارفين. طيب مشكلتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شنو؟ طالما المشركين عارفين انه الله فيه والله خلقهم والله رزقهم، طيب ليه حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله جل وعلا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كانوا ما دايرين يعبدوا إله واحد، دايرين يعبدوا آلهة أخرى. والآلهة دي كانت شنو؟ عشان أنت يا مسلم تعرف الحاصل ما يغشوك، أقرأ القرآن ده. الآلهة دي ربنا تبارك وتعالى يتكلم عنها في القرآن. الله قال: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ديل كانوا عندهم ده القرآن، عشان ما تقول لي نبذت وما نبذت ما سألت زول لحد هسه، يعني ده القرآن بس. انت براك لو عندك مشكله في بطنك ولا بطريقتك،
لحد هسه انا ما سالتك، ما تقول له نبست مشايخنا. ده الله قال والذين اتخذوا من دونه اولياء. الجلابيه ان بقت مقاسك البسها، مبروك عليك. ما نعبدهم، الضمير بيرجع لمنو؟ للاولياء. ما نعبدهم قال الا ليقربونا الى الله زلفى. ما قالوا الاولياء ديل خلقونا بالمناسبه، ولا قالوا بيرزقونا مع الله، لا قال نحن بنعبدهم عشان يقربونا لربنا تبارك وتعالى. اجعل الالهه الها واحده؟ عشان كده مستغربين النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لهم لا اله الا الله، اي لا معبود بحق الا الله جل وعلا. فاهمين الكلام ده معناه شنو؟ يعني لو تابع النبي عليه الصلاة والسلام تاني ما حيعبدوا الآلهة الثانية، اللات وعزى وهبل، وديل كانوا رجال، رجال ما أصنام زي ما الناس بيحضروا في المسلسلات. الناس دي أخذ أغلبيتها في الغالب بيتأخذ الدين من التلفزيون، التلفزيون بتاعنا ده يجيبوا لك مسلسل يقول لك المسلسل الإسلامي، طبعا ده شغل بتاع أخوان مسلمين جبهجية، أي حاجة الغنى الإسلامي يجيبوا لك فنانة جونة جونة والله بس بيطرحها غنى إسلامي، المسلسل الإسلامي، البنك الإسلامي، الشاي الإسلامي، أنت أي حاجة ملص كذب ساي كذب. مسلسلات يقول لك الديل كان أصنام ونحتهم. الأصنام دي كانت شنو في الأصل؟ كانت شنو؟ كانوا رجال. عشان كده هناك ربنا عز وجل قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. ودا ده انت قالوا حركه مسلحه؟ ده كان ولي. ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ديل ابن عباس رضي الله عنهما قال ديل كانوا رجال صالحين، صالحين عديل، صالحين عديل. لكن بعد ما ماتوا جوك الجماعه ناس الحجو حجو، انا في زيارته حو والقمري تعجعجو، فهمت؟ ولا ججججلة مكاشف القوم شقلب صم يلا طريق جيلان كيلان بججلة. هذا ده دار له درس بتاع لغة لاتينية عشان تفهم. شقلب صم يلا طريق جيلان كيلان بججلة، رجال بايعين دماغ غير علة. شايقي الشايقي شايل له رطينة واقف تك تك. دي وين؟ وصفة لي. طب تلعب يقول لك صلي على الرسول، وينه؟ وين انت؟ جيب لي اسم الرسول انا بصلي عليه عليه الصلاه والسلام، عشان الله ما عشانك انت يا درويش. لانه ربنا عز وجل قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تصلي على الرسول عشان الله قال لك صلي عليه، ما عشان الجماعه. ذاك لما يقول لك صلي عليه يتاكد داري ياكل قروشك. اخواننا طبعا عندنا حجبات، وقت خلاص تقرب تكتب صلي على الرسول زيد النبي صلاه، داري بي لك حجاب. انا احنا بنقول لك الله قال لك صلي على الرسول، لانه لو صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام يكفى همك ويقضى دينك. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وكل ما تلقى نفس صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واكثر من الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. ده الله قال نصلي عليه، ما انت، انت ما بتصلي على الرسول، انت قضي علي واقف شك. ها؟ ويش كينيبة فيك جمال، فيك الطيبة، انت حبيبة، بالقرآن انت رهيبة. بالله دي شنو دي يا ناس؟ ده ما دين، احنا بنقول لك الله قال والرسول قال وتلقى زعلان؟ يا ناس ما قلت لك انا ما قلت حاجة، الله قال، الله قال لك أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وده كلام الجماعة الليلة. قول لك نحن مما قمنا، وانت قمت امتين يا شقي؟ قمت امتين؟ تلقى قام قريب هادي الله العظيم سنة 50 وسنة 60 70 وانت جاي ماشي، انت قاعد من 200 انت ديناصور. مما قمنا يقول لك ما سمعنا كلام زي ده، ومما قمنا يا اخ تقوم في قنبلة تريحنا منك. أنا بقول لك الله قال كلام الله، ده قاعد قبال ما أنت تقوم ولا ما قاعد؟ قاعد ولا ما قاعد؟ قبال أبوك الشيخ قاعد ولا ما قاعد؟ قبال أبوك الشيخ قاعد ولا ما قاعد؟ ده كلام الله تبارك وتعالى. الله قال لك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
ما تنادي مع الله ذول يقول له ابو الشيخ نحن مما قمنا ومما قمنا قمت امتين انت اشقي قمت امتين ورينا بس تعال قبل القران ولا بعد القران لو بعد القران قبالك الله قال للناس وقال للرسول عليه الصلاه والسلام ادعو الله وكلم المسلمين ديل اذا سالت فاسال الله عليك الله الكلام ده بزع الا ذول ها اذا سالت دار تسال دار تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اذا سالت فاسال الله انت تعال ورينا المشكله في الحته دي شنو واذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو ان الامه اجتمعت شوف والله حاجه كاتبه لك ربنا سمعه بتجيك شينه بتجيك مش كاتبه لك الله تبارك وتعالى لو سمح ربنا كاتب لك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك عندك موضوع اختصر زمنك يا ولدنا أمشي لله طوالي أسأل الله طوالي عشان كده الله قال وإذا سألك عبادي عبادي ده المهم أنت تابع لوين بالضبط عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نحن بنقول للناس أسألوا الله وديلك يقول لك لا لا نادي فلان ويا فلان ويا سيدي ويا سيادي كده خلي واحد الباقي واحد عشان نعرف نتناقش معك يا أخي ربنا عز وجل ضرب مثل في القرآن الكريم لو بيفهموا لكنهم ما بخلوك تفهم قضوا عليك كلها نطيط وكلها رقيص وزيارات يعطلوك من شغلك ياكلوا قروشك تشتغل هنا عرقك يصب وسخان تعبان عيان اخر الاسبوع تودي قروشك لزول راقد قاعد له في ضل زي النفسه قاعد ياكل في قروش الرجال ما تعال اشتغل مع الرجال هنا تعال امرك خش السوق ده اشتغل شغال شنو انت قول له لا والله انا طبعا برقد لك بالخيره ونحن ما عندنا سراير برقد انا ذاتي أرقد أنا برقد نشوف اللي بيقوم أول منه واحد تلقى مسكين عجباه مرة والله شباب يحيرك عجباه بيت في الحلة مثلا داري عريسها دار تعريسها أمشي لأبوها السلام عليكم وعليكم السلام بيتك دي أنا داري عريسها على سنة الله ورسولي أداك أهلا وسهلا أداك شاكوش ترى استعمل وجرب لك موية باردة وامش قبال امشي لأبوها بيمشي لي زولك داك قول له اسمع أرقد لي بالخير أرقد لي بالخيرة يا اخي ارقد انت يا اخي ارقد انت ده الرسول قال لك عندك موضوع زي ده تصلي ركعتين وتدعو الله تستخير وتنوم خلاص ما ضروري طبعا في جماعه هنا بقول لك الا تشوف لك حصان ابيض وجاري ما عارف شنو في المن. لا 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 انت استخير اتوكل على الله تبارك وتعالى يقول لك انا داري ارقد لك بالخيره هو المطلوب شنو تجيب البياض يا اخي انا كان عندي بياض ما بمشي عديل انا لو عندي بياض بياضك كم؟ والله بياض 5000 طبعا مع الدولار جماعة شغالين مع الدولار زمان كان البياض 100 و200 هسه تدي 200 والله قشطك كف لما انتقع وبعد ده يقول لك الفاتحة فاتحة يا مولانا هذا الفاتحة بقروش الفاتحة دي بقروش طبعا حافظة يا اخ ده لعب وغش للمسلمين احنا هنا بنربطك بربنا تبارك وتعالى وده الكلام اللي هم دايرينه ما دايرين الناس يلجوا لي الله لانه سوقهم ببوظ تاني الزول المرة ما ولدت بيسال الله ولا ما بتسال الله ها زكريا عليه السلام قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره فهب لي من لدنك من الله ما من فقيه الله يفك راسك من الله تبارك وتعالى تقدر تخالطنا قل لك لا نحن بندي الجنة جنة ناتر انت قايله جنة شنو جنة داد الجنة دا عند الله قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا شوف ذات الزول من يسأل الله بيسأل الله بقلب مليان قال له دار لي جنة وداير يكون جنة ذاته رضي ويكون صالح تقدر تقول لابوك الشيخ دار لي جنة وصالح بقول لك انت لاقيه عشان يكون صالح ها؟ ده
تسأل الله، الله ده بتسأله أي حاجة دايرة منه بيديك لها إن شاء الله، إن شاء الله بيديك لها طوالي ربنا تبارك وتعالى. سأل الله قال واجعله ربي رضيا. الله قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. دي آيات في سورة مريم. يا دول أقرأ القرآن ده والله يحصل لك أقرأ القرآن تباري ليه الجماعة ديل القيد في شبله، جيت أزور جبله، جيت أجيف قبله، لولحوا زقلوا، دردقوا نبلوا، بلعوا الشب أكلوا، من الطريق زقلوا، وداسي شكل ولد شنو بالضبط الحاصل شنو ورونا. غير ناس فكا فككية وربا وربيس لكم ملكية ليش كيني بعمون نورا نورية هككم سككم حكما لمشية من غير مفهوم. دي متحر صلي عليهم والله تعال اشرح علي بصلي معك والله لبكرة اشرح علي هككم سككم ده دين، ده دين جاب النبي عليه الصلاة والسلام. والله قال كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير من الله تبارك وتعالى ألا تعبدوا إلا الله. قرآن ده واضح ما يغشوك يا جماعة العطالة الليلة ها الدارين يصرفوا الناس عن الدين ودارين الناس يتابعوا الفارغة وما يسمى بالعولمة والانفتاح والعلمانية، لأنه البلد دي يقال ويروى إنه في علمانيين لافين في البلد دي. جماعة بقول لك إحنا الدين ده مأخرنا الدين وعنده بنطلون ناصر لحدينا، وطبعا بنطلونه ناصر، وطبعا أبان أبان بنطلونه ده أبان بناطين قصيرة ديل ها، وطبعا الجماعة بندقون ديل ما تسمعوا ديل ناس رجعيين بيرجعوك اللي ورا وانت قاعد قدامي يعني ها قاعد قدامي انت ببنطلونك الناصل ده كده ارفع بنطلونك. بس المشكلة وين؟ في البنطلون الناصل ولا في بتاع القصير ها؟ ديل علمانيين قاعدين الليلة في جمهوريين ناس الحزب الجمهوري بتاع المرتد عام محمود محمد طه قالوا الإسلام ده رسالتين، الإسلام رسالتين، رسالة جابها النبي عليه الصلاة والسلام ورسالة جايبها محمود محمد طه، رسالتين للإسلام. الرسالة الثانية الأولى دي انتهت زمان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسالة الثانية دي جابها الزول بتاعهم ده محمود محمد طه. ربنا عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام واحد، ده جابها الرسول عليه الصلاة والسلام. الباقي ده كله بدع وضلالات. النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ده كله بدع وكل ضلالات. للناس القراي وغيرهم من الجمهوريين أحفاد المرتد محمود محمد طه. خليك قاعد أخوانا خليك قاعد هاي خليك معانا عرفت؟ فده لابد الناس تحذر منهم. ده الناس بيحاربوا في الإسلام وبيحاربوا في القرآن، وقال القرآن ده ذاته بالنص، في نص دايرينه وفي نص ده ما دايرينه ذاته. القرآن الواحد ده القرآن المدني ده قالوا ما نافع فوق الضبح وقتل وقطع رقبة ومع حدود الزنا ما يجلدوا الزاني يجلدوا ليه؟ قال لك بالله ويسووا لشنو إن شاء الله يدو حلاوة مصاصة لا يعمل لشنو بالضبط ها؟ زاني الله قال يفجلدوك كل واحد منهم 100 جلدة يجلدوك لما راسك يسخن ما يجلدوك ليه؟ تلعب ببنات الناس ما يجلدوك؟ تلقى لا لا الجلد ده يا أخوانا حاجة لا إنسانية ها. وتاني والرجم حاجة لا إنسانية، والإعدام يعني ذول قتل أخوك مثلا مشيت وديته المحكمة وما قدرت عفاو الله قال لي ده يقطع رقبته ذاته مش قتلته يقتلوك. زنات تنجلد إذا ما متزوج، متزوج يرجموك دي حدود نزلها الله جوا عينك أنت. ديل قالوا لا لا عشان كده قالوا الرسالة الأولى دي ما بتنفع، عندنا رسالة تانية زي التلفونات. تلفون رسالة أولى ده 64 جيجا، رسالة تانية 128 جيجا. هم قال الرسالة التانية يعني الزمن ده ذاته انت كان جيت قلت له زول انا مسلم يقول لك انت مسلم هاي رسالة أولى ولا رسالة تانية؟ دي ما مصيبة احنا واقعين فيها عرفتها؟ عمل لنا رسالتين في الدين، والدين ده ربنا عز وجل جابه رسالة واحدة جابها النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده اخواننا الناس تكون حريصة انها تتابع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
تتابع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتخلي عقيدتك كلها في الله تبارك وتعالى، وما تتابع غير الرسول صلى الله عليه وسلم والمتحدثين كثر. أنا أقدم أخونا الشيخ أحمد التوم.